أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر تارك الزكاة مثل ما هو الحال في تارك الصلاة؟ إن كان يجحد وجوبها فهو كافر، أما إن كان بخيلا منعها بخلا وهو يعترف بوجوبها فإنه لا شك أنه تارك لركن من أركان الإسلام، يجب عليه التوبة، وإذا امتنع فولي الأمر يلزمه بدفعها ويؤدبه على ذلك، ما يترك. نعم.